من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا. حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء مرتبطا إذا ما أعمل الفكرة. إذا ما أعمل الفكرة. الحمد لله برحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته طل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أحييكم بالريحان والود والعطر والورد، وما حلقة جديدة من برنامجنا أيها الإنسان تعلم. والآن نبقى مع قرعة سؤال حلقة الأمس. مليون مبارك للفائزين، وحظا موفقا لمن لم يحالفه الحظ في الحلقات القادمة. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة والآن مع آيات الليلة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعرشون ما يبنيه الإنسان، سبل، طرق، ذللا، مسهلة. عدنا إليكم. النحل حشرة تربى للحصول على عسلها وشمعه، والنحل مؤنثة وواحدتها نحلة وتسمى ذباب النحل. تقع على الورود والأزهار فتحفظ رحيقها رضابا وتلفظه شرابا فيه شفاء للناس. وربما سميت النحلة زنبورا ويطلق على صوتها دوي. اتخذ الناس من عسل النحل غذاء لهم منذ آلاف السنين، فقد عثروا على العسل واستخدموه في غذائهم قبل أن يعرفوا السكر بأمد طويل. يصل عدد أفراد الخلية الواحدة إلى 75 ألفا، وخلية النحل
تشبه إلى حد ما مدينة كبيرة، وتوجد بكل خلية ملكة من النحل، وظيفتها وضع البيض، وبعض أفراد الخلية ذكور، أما معظم أفراد النحل في الخلية فهي الشغالة. ومن وظائفها جمع الرحيق الذي يصنع منه العسل وحبوب اللقاح أيضا. تقوم بعض أفراد الشغالة ببناء أقراص العش من شمع مستخرج من أجسامها، بينما يقوم بعض آخر بخدمة الملكة. ومن الشغالة أيضا ما هو مخصص لتغذية صغار النحل، ومنه ما هو مخصص لتهوية الخلية، ويخصص غير هذا وتلك لعمليات التنظيف. بينما تقوم مجموعات أخرى على حراسة الخلية فتلدغ أي عدو يقترب منها. تمر نحلة العسل في نموها بأطوار مختلفة، شأنها في ذلك شأن الكثير من الحشرات الأخرى، فهي تبدأ حياتها ببيضة ثم يرقة دودية الشكل، ثم تتحول اليرقة إلى عذراء، ثم لا تلبث هذه الأخيرة أن تتحول إلى حشرة كاملة. وعندما تبلغ إحدى الملكات الجديدة طورها الكامل، يصبح على الملكة القديمة أن تبارح الخلية، ويصاحبها عندئذ كثير من الشغالات حتى تستقر في مكان آخر لتكوين خلية جديدة. ولا تترك النحل عاطلا في الخلية إلا أبعدته وأقصته. والنحل حيوان فهيم ذو ذكاء وشجاعة ونظر في العواقب، ومعرفة بفصول السنة وأوقات المطر، وتدبير الموقع والمطعم والطاعة الكبيرة والاستكانة لأميره وقائده. والنحل يسلخ جلده كالحيات، وتوافقه الأصوات اللذيذة المطربة. يضره السوس، ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح، وأن يفتح في كل شهر مرة. وفي طبعه أنه متى طار من الخلية يرعى ثم يعود، فتعود كل نحلة إلى مكانها لا تخطئه. يوجد نحل، نوع من النحل يسمى النحل القاتل، يطارد الفريسة في أسراب، وقد تموت الفريسة من شدة اللدغات. ملكة النحل تضع حوالي 2000 بيضة في اليوم الواحد، هذا يجعلها تضع من 1 إلى 2 مليون بيضة طوال حياتها. مليون زهرة هو ما يستهلكه النحل لإنتاج كيلو واحد من العسل. زن النحلة ناتج عن حركة أجنحتها السريعة، فالنحلة تحرك جناحيها بمقدار 200 مرة في الثانية الواحدة. النحل يلدغ مرة واحدة في حياته ثم يموت، ما عدا نوع محدد فهو الذي يلدغ عدة مرات دون أن يترك إبرته في جسم من لدغه. النحلة تطير بسرعة شديدة تصل إلى 15 ميل في الساعة، وهذه سرعة عالية جدا بالنسبة لحجمها الصغير. جاء ذكرها في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة، أكلت طيبا ووضعت طيبا، وإذا وقعت لم تكسر ولم تفسد. وفي الأمثال قالوا: أنحل من نحلة، مأخوذ من النحول وهو الهزال، وقالوا: أهدى من نحلة، وقالوا: كلام كالعسل وفعل كالأسل، وهي الرماح يضرب باختلاف القول والفعل. يكره قتل النحل ويحرم أكلها على الأصح، وإن كان عسلها حلالا طيبا وحل بيعه بخلاف الزنبور والحشرات فإنه لا منفعة فيها. والنحل في الرؤيا خصب وغنى لمن قناه مع خطر، ومن رأى النحل يقع على رأسه نال ولاية ورياسة. والنحل للفلاحين دليل خير، أما الجندي وغير الفلاحين فدليل مخاصمة. والنحل يدل على العسكر لأنه أميره، كما يتبع العسكر أميره. ومن قتل نحلا فهو عدو، أما العسل فإنه في المنام مال حلال بلا تعب، وهو شفاء من المرض. ومن رأى أنه يطعم الناس العسل فإنه يسمعهم الكلام الحسن والقرآن بلحن طيب. ومن رأى كأنه يلعق عسلا فإنه سيتزوج، والله تعالى أعلم. هذا ما لدينا عن النحل، فاصل ونعود. مرحبا بكم مرة أخرى.
في هذه الآيات من المواعظ والتذكير الشيء الكثير، ومن ذلك أن فيها دعوة صريحة من الحق تبارك وتعالى إلى أن نتفكر ونتأمل في عالم تلك الحشرات المباركة التي نحلها الله القدرة على جمع رحيق الأزهار وهضمه وتحويله إلى شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. ذلك العالم الواسع المليء بالأسرار والآيات التي تنطق بالإيمان وتشهد بالوحدانية لله الواحد القهار. في الآيات أن الجماعة سبيل العيش الكريم والمجتمع القويم، وأما التفرق والتفرد فلا ينفع أحدا بل يضر، ولهذا خص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سورة باسمها عرفت بسورة النحل بصيغة الجمع وليس سورة النحلة كما تحدث عنها بصيغة الجمع، حيث قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وفي ذلك إشارة واضحة إلى طبيعة الحياة الجماعية التي يعيشها النحل والتي تتميز بدقة نظامها وروعة بنائها. وفيها أن التعاون والعمل الجماعي أساس النجاح، ولهذا فإن النحلة تموت إذا فصلت عن بقية أفراد المجموعة، لذلك لا يمكن أن تجد في مجتمع النحل خللا ولا فسادا، إنه مجتمع موحد متكامل على رأسه ملكة واحدة لا تنازعها أخرى. تشعر كل نحلة في الخلية بوجود الملكة عن طريق مادة تفرزها الملكة وتنقلها العاملات إلى كل أفراد الخلية. وفيها تكريم الله تعالى للنحل جليا عندما عبر بالوحي عن الإلهام والتسخير، حيث قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، والوحي بمفهومه الشرعي من خصائص الأنبياء، ولا شك أن المراد به هنا هو الإلهام، فقد ثبت أن النحل لا تتعلم صنع العسل، بل هنالك غريزة وضعها الله فيها تدلها كيف تعمل، وهنالك برنامج دقيق تسير عليه النحلة ولا تحيد عنه منذ ملايين السنين. ثم يتوجه الخطاب بقوله تعالى اتخذي كلي اسلكي، كل ذلك إلى مجموعة محددة داخل خلية النحل وهي إناث النحل، حيث إن كل الأعمال داخل الخلية وخارجها يقتصر فقط على الإناث دون الذكور، وينحصر دور الذكور فقط في تلقيح ملكة النحل، بل قد تلجأ الخلية إلى طرد الذكور خارجها بعد تمزيق أجنحتها لضمان عدم العودة إلى الخلية، وذلك في حالات مثل نظرة الغداء توفيرا لطاقة الخلية، ولهذا وردت الألفاظ كلها مؤنثة. وفيها أن على الإنسان أن يتكيف مع واقعه ووضعه، حيث أشار القرآن الكريم إلى مساكن النحل فهي تعيش في كل الأمكنة وعلى كل الأحوال صيفا وشتاء، جبلا وواديا، سهلا وبحرا. وفيها أيضا أنها تأكل بأمر الله حقيقة أثبتها العلم الحديث، وهي أن النحل يأكل ويشرب، فالأكل يكون لحبوب اللقاح والشرب يكون للرحيق. ثم إن هذه النحلة قد سخر الله لها مسالك محددة في الهواء كتلك الخاصة بالطائرات، وقد تبتعد عن الخلية عدة كيلومترات ثم تعود ولا تضل طريقها، وتبلغ حمولتها من الرحيق الأزهار ثلثي وزنها، إذ يقول الله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا. فمن الذي ذلل لها هذه الطرق وهداها إلى السير فيها؟ ومن الذي زودها بمحرك تعجز عن صنع مثله كل أجهزة القرن 21؟ نتعلم من النحل حسن الذوق والانتقاء في عمارة الدور وتشييد القصور، فهي تبني بيوتها على شكل مسدس مؤلف من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض. ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال لكان بينها خلل وفروج ربما سكنها بعض الحشرات التي تؤذيها، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس المنتظم الذي لا يحصل فيه فروج بين بيوتها. تعلمنا النحلة النظافة، فلا يوجد بيت أنظف من بيت النحلة وخليتها. وتعلمنا حب الوطن، فهي لا تترك بيتها إلا للضرورة ثم ترجع إليه من مسافة بعيدة. تعلمنا المحافظة على الوطن ووضع الجيوش والجنود على الحدود والثغور لمدافعة الأعداء، فهي تجعل على باب كل خلية حارسا يدافع عن الخلية ولا يمكن أجنبيا من الدخول إليها. وتعلمنا ألا نكون رعاعا همجا ولا أحزابا وشيعا، لا رابط لنا ولا رئيس يدبر شؤوننا وينظم أمورنا ويسير أعمالنا.
وتعلمنا الإخلاص والطاعة، وتعلمنا وجوب الاستيقاظ باكرا، فالنحلة من أسرع الحيوانات في التبكير لأجل العمل، وتعلمنا المثابرة على العمل، فلم يرى أن النحلة تخلت عن عملها قط، وتعلمنا التمتع بالهواء النقي، فلا توجد النحلة على شيء من القاذورات ولا في الأماكن المتعفنة، كما تعلمنا انتقاء أحاسن الأمور وأطيبها، فهي لا تختار إلا الأزهار الطيبة فتجني منها حلاوتها وخلاصتها وهو العسل. فلنكن إذن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه، فلنكن كريح طيبة لا يراها أحد ولكن يشمها كل أحد. هذه بعض الفوائد والمواعظ من هذه الآيات. ونأتي الآن أحبتي إلى سؤال الليلة، وهو: ما هو صوت النحل؟ يمكنكم المشاركة في الإجابة عن سؤال اليوم عن طريق مشاركة الحلقة على صفحاتكم على الفيسبوك، وكتابة الإجابة في التعليقات مع ذكر الاسم ورقم الجوال في صفحتي. يظهر الآن على الشاشة عناوين قناة عدن وعناويني. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتنا أجمعين، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا وأنتم بخير وسلامة عين، ولذلكم الحين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا، حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء متبطا إذا ما أعمل الفكرة، إذا ما أعمل الفكرة.